جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا مقيم في المملكة، ومنذ 3 سنين صمت رمضان، وهناك هذه السندات أخرجت الفطرة بموجبها، هل هي جائزة أو لا؟ السندات التي يوزعها بعض المتلاعبين ويقولون ادفعوا لنا 10 ريالات ونحن نشتري لكم، هؤلاء لا يؤمنون. والمسلم لا يقول للناس وكلون، كونه يطلب الوكالة من الناس هذا يدل على التهمة وعلى عدم الأمانة. فالذي أراه أنك تقضي هذه الصدقة وتخرجها الآن قضاء، يعني تخرج صاعا من الطعام تدفعه إلى فقير. نعم.